إذن إذا رجعنا للإس بلين الكومبلكس فريكونسي بلين قلنا إنه شرط استابيليتي إنه البولز تكون بالليفت هاند سايد. الليفت هاند سايد يعني معناها إذا إحنا قلنا E to the sigma T E to the J omega T الماجنتيود هون عندي السيستم بيكبر إذا كانت سيجما بوزيتيف والسيستم بيصغر بيعمل ديكي إذا كانت سيجما نيجاتيف. هلا السؤال إذا كان السيستم على البولز على يعني عندي بول هون وعندي بول هون بنقول هذا السيستم مارجنالي ستيبل. إذا البولز on the J omega axis بنقول السيستم مارجنالي ستيبل. طبعا ما بنصمم سيستم يكون مارجنالي ستيبل مظبوط. ايش لازم اعمل؟ لا بدي احط حاجه يعني بدي احط سيفتي بيني وبين هذا. ما راح اخلي البولز تكون هون، بدي البولز تكون بعيده شوي. يعني لما بختار البولز بختار مثلا بول هون بول هون بول هون بول هون، ما بكون البولز على الجي اوميجا اكسس بالضبط. اذا هذا السيستم بنسميه مارجنالي ستيبل. اذا هذا احد تعريفات الستابيليتي. التعريف الاول للستابيليتي انه ايش؟ بالليفت هاند سايد انه البولز كلوز لوب بولز تبع الترانسفير فانكشن تبعت السيستم تكون بالليفت هاند بلين. في تعريف ثاني احيانا نستخدم تعريف ثاني وهذا بهمنا لانه في بعض البولز بتكون على الجي اوميجا اكسس بتكون السيستم انستابل. في شيء بنسميه باوندد انبوت باوندد اوت. ايش معنى باوندد؟ ايش باوندد؟ محدود حاطط انا عليه حدود. اذا باوندد انبوت باوندد اوت معناها اذا السيستم كان اي سيجنال اذا دخلت عليه وكانت باوندد الاوتبوت كان باوندد محدود يعني مش رايح لانفينيتي معناها هذا سيستم ستيبل. لو لقيت سيجنال وحده بس سيجنال وحده كانت انبوت هي باوندد دخلتها وكانت هي باوندد والاوتبوت ما كانش باوندد ايش بقول السيستم هذا؟ بيبو انستيبل. بقدر اقول عنه انه بيبو انستيبل بي اي بي او انستيبل. يعني خلينا ناخذ مثال عليه. لو انا عندي سيستم في بول في الاوريجن، ايش هذا السيستم اللي بوله في الاوريجن؟ ايش هاي ترانسفير فانكشن؟ واحد على اس. تمام، واحد على اس اللي هو ايش احنا بنسميه باللغه لغه؟ انتجريتر. ستيب لو انه سيجنال. واحد على اس انتجريتر لما يكون سيستم، احنا باللابلاس بناخذ لابلاس ترانسفورم للسيجنالز وللسيستمز. لما هون هو سيستم الترانسفير شن تبعت واحد على اس وهو انتجريتر. طلعوا لي هذا الانتجريتر شوفوا ايش راح اعمل. لو اعطيت هذا السيستم امبلس يعني الانبوت كانت امبلس له ايش راح يكون الاوتبوت؟ اذا عملت انتجريشن لامبلس شو بكون الاوتبوت؟ ستيبل. تمام ممتاز. اذا عند النقطه هاي النقطه اللي صار فيها ستيب عملت لها انتجريشن. طب لو جيت هذه الانتجريتر هذا اعطيته ستيب شو بكون الاوتبوت؟ رانم. هذا هون بنسال السؤال هل هذا الانبوت باوندد؟ هذا الانبوت باوندد وين راح يروح في النهايه بعد فتره طويله جدا قديش قيمته راح تكون؟ واحد راح تضل هون مش هيك راح تضل هون. هل هذا باوندد؟ لا اذا لما انا دخلت باوندد سيجنال ايش كان الاوتبوت بالحاله هاي؟ ان باوندد. اذا بنقول هذا السيستم ايش؟ بيبو انستيبل. انا بس بحط كلمه بيبو عشان نفهم انه هو انستيبل ان ذا سنس اوف باوندد انبوت باوندد اوت. لو اخذت سيستم ثاني نفس الفكره ايش هذا؟ كانه دبل انتجريتر نفس الشيء. انت عم تحكي عن السيجنال انا بحكي عن السيستم. السيستم ايش الترانسفير فانكشن تبعته هون؟ واحد على اس سكوير وهو عباره عن دبل انتجريتر تو انتجريترز. هلا هذا اذا جيت اعطيته امبلس شو بكون الاوتبوت؟ لانه هذا عباره عن تو سيجنالز ان سيريز. هي تو سيستمز عفوا تو بلوكس ان سيريز. دخلت انا هون عليه امبلس ايش هون راح يطلع عندي بين التنين؟ ستيب وستيب لما بعمل انتجريشن راح تصير اذا هذا السيستم كمان الواحد على اس سكوير بي بو انستيبل بي اي بي او انستيبل يعني باوندد انبوت باوندد اوتبوت. اذا نتذكر هدول تعريفين للستابيليتي راح تشوفهم احيانا في كتب مختلفه تعريفات مختلفه. هدول السيستمز كلهم البولز تبعتهم على الجي اوميجا اكسس مش بالرايت هاند سايد مظبوط؟ لكن عرفناهم قلنا عنهم bounded input bounded output unstable. ما بيكونوا ستيبل لانه اذا دخلت عليهم لو لقيت سيجنال وحده. هلا ما بتقدر تقول لي ما هو اذا دخلت عليه امبلس هذا كان باوندد. معلش احنا بنقول لو سيجنال وحده كانت
باوندد انبوت الاوتبوت ما كانش باوندد شو بعتبره؟ زيرو ايه